أساتذة وأمهات السنة الخامسة ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بخصوص جديد وزارة التربية الوطنية، أصدرت اليوم بأنه هناك امتحان تقييم المكتسبات لأقسام السنة الخامسة، موجود امتحان آخر العام اللي هو تقييم المكتسبات للسنة الدراسية 2022-2023. تنطلق عملية تسجيل التلاميذ في هذا الامتحان على الأرضية الرقمية لوزارة التربية ابتداء من يوم 5 فيفري إلى غاية 23 فيفري 2023. كذلك استخراج قائمة تلاميذ السنة الخامسة المسجلين في هذا الامتحان على الموقع التابع للوزارة التربية الوطنية في أجل أقصاه 28 فيفري 2023. إذن على الجميع أن يسجل تلاميذه ويسجل أولاده، وهذا سيكون بصفة أكيدة في المؤسسات التربوية. إذن تنطلق هذه التقييمات، تقييمات مكتسبة، ابتداء من يوم 30 أفريل إلى غاية 25 ماي 2023. بخصوص تنظيم هذا الامتحان، سيكون على مستوى المقاطعة التفتيشية للغة العربية، يعني كل مقاطعة سيكون لها امتحان خاص بها، يعني هذا الامتحان غير مشترك، يشرف عليه أساتذة المقاطعة التابعة لها المؤسسة. عدم مشاركة التلميذ في امتحان تقييم المكتسبات في مرحلة التعليم الابتدائي هذا يحرمه من الانتقال مهما كان معدله السنوي في التقويم المستمر، يعني مشاركة التلميذ ضرورية للانتقال. يشمل الامتحان كل المواد التعليمية المقررة في السنة الخامسة باستثناء التربية الموسيقية، التربية التشكيلية، التربية البدنية والرياضية. كل المواد يمتحن فيها التلميذ، يمتحن في اللغة العربية، في الرياضيات، في التاريخ، في الجغرافيا، في التربية المدنية، الفرنسية، التربية العلمية، كل المواد. لا يمتحن في التربية الموسيقية، لا يمتحن في التربية التشكيلية، لا يمتحن في التربية البدنية. كذلك سيتم إعداد جدول سير التقييمات الكتابية لكل مقاطعة أو مجموعة من المقاطعات التي تشترك في مواضيع موحدة بناء على الرزنامة الموضحة التي ستكون لاحقة إن شاء الله. إذن تبقى هذه الدراسات مستمرة إلى غاية صدور أخبار أو أنباء جديدة. بالنسبة لطبع مواضيع التقييمات الكتابية سيكون يوم 25 أفريل. هناك تقييم للتعبير الشفوي والتواصل بالنسبة للغات، بالنسبة للسنة الخامسة هناك فقط فرنسية. هناك تقييم أداء قرائي للغات وحسن استظهار القرآن الكريم وتلاوته بالنسبة للتربية الإسلامية، يعني هذا الامتحان سيكون بين شفهي وكتابي. آخر امتحان كتابي سيكون بين، كما قلت لكم سابقا، بين 30 أفريل تنطلق هذه التقييمات إلى 25 ماي من 2023. إذن أتمنى التوفيق للجميع. هذا فقط فيديو توضيح. في أمان الله.